الراوج دابا الحمد لله كاين، ونتمنى والله هاد 10 ايام الاخرين يكون الراوج حسن وحسن. ودابا فتحوا مرسى الحمد لله، وخصنا الراوج يزيد يزاد يتزاد دابا على هيدا. والحمد لله الثمن مناسب من الصغير نكب اللي عنده اللي ما عندوش احسن ثمن، 150 درهم 200 درهم 300 درهم كاين جديد كاين كلشي، يعني انت تشوف كلشي الان. والثمن مناسب جدا جدا، كاين التود السوسدي، كاين دمليفه، كاينين ديال الشعره، كاينين ديال واحد التوي سموت كالاس. ها هو وجامعه مينا مناسب. دابا شوف حال النساء فحال الرجال، اللباس فحال النساء فحال الرجال، الغوز هانتي كاين الصفار. فحال النساء فحال الرجال تيلبسوا دابا كلشي فحال فحال. الرجال دابا رجعوا تلبسوا حسن من النساء وقسما بالله. وشكرا بزاف ومرحبا بكم والله يعاونكم. كاين تحسن الايام عاديه وكاين اقبال الحمد لله، وكنتمناو المزيد ان شاء الله في هذا 10 الاواخر من رمضان ان شاء الله. وبعد فتح كيشيو يعني قنادر، كيشيو عندنا جلالب، عندنا عده موديلات الاطفال. ودابا جا طبيعه الحال والاقبال في الساعه كاين على الاطفال، من بعد ملي كتفوت 29 كيبداو يشيو تنمجه ان شاء الله. واللي جا مرحبا، كل شيء موجود الحمد لله. كيشيو العروس غاليين لان طبيعه الحال كيسبقوا الوليدات الناس، وهذه كيسبقوا الوليدات من بعد يشوفوا اللي ياخذوا العروس غادي. كاين جبادولات عندك؟ بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هاد الوليدات الصغار كيجيو بالسيوال ديالهم والسليهم، كاين من عام حتى 16 سنه، من عام حتى 16 عام. موديلات بحال هكا هاد الموبرا تاع هما، تا هما وجدناهم جدادين. واثمنه زعما كنعملوا اثمنه مزيانه، اثمنه مزيانه بحال دابا. هذا شحال؟ متناول الجميع، هذا 150 درهم، كيجي 3 بيس في متناول الجميع. اللي بغى شي حاجه مرحبا. قلت لك انا بائع في المدينه القديمه، كنعملوا الصناعه التقليديه، كنعملوا المواجد، وكنعملوا شي حاجه ملي كيطلبوا لنا كنخيطوا الناس جوده بالسنتيم. عندي بزيوي، عندي الشيخ مدوزان، عندي الصوف دوريجين، عندي هذا النوع كنجيبهم انزكاني، يعني كنجيبوا التخليط هذا المغرب كامل. هذه جينا بدري جد مزيونه، هذا النوع هذا بزيوي، هذا جيربي بزيوي، هذا كنعملوا هذا النوع السوسدي، يعني كنعملوا واحد التخليطه مزيانه دابا بالمناسبات. كاين اخبار دابا الحمد لله، امورات مزيانه دابا الحمد لله. دابا امورات بقات كتفتح والله الحمد. اش فهاد شهر رمضان عندنا 10 ايام الاخرانيه كتكون امورات مزيانه. نعم اختي كاين الاقبال شويش، ولا حاجه طبيعيه كيحيوا المواسم في رمضان خصوص بالضبط كيكون شويش ديال الاقبال. ومعروفين هاد الناس طنجه يعني باللباس والاناقه، وكيحيوا الليلات ديال العواشر دائما. باقي محافظين على بزاف الحاجات خصوصا مدينه طنجه، حافظوا على التقاليد اعراف. ومشينا يعني العائله كتزور بعطيتها، كيحتنيوا بالاطفال. المهم طنجه معروفه دائما كتبقى كتحافظ على التراث وكتحافظ على التقاليد. حاجه طبيعيه غتحس بها انه بحال مدينه كيحيه من جديد، ولا انا كانت سمعت مدينه قديمه مؤخرا عاد بدات كتحيا تدريجيا هي من جميع الجوانب صراحه. الله جات كانت كورونا، وزائد حتى المظهر ديالها كان بدا دابا هاد الاصلاحات هادي بحال بدات كتصورت فيها الروح شويش، وهي هادشي ماشي تدريجيا، ولا الحال كتبشر بشي بشارة خير ان شاء الله. انتما كتشوفوا دابا بقى الاقبال بالحق ماشي بحال دائما، يعني لان بارك هنايا شادوه منا، واخا كيجي كليا ما كيجبر في باركي في هذا الموطع. عندنا عائق هو دابا باركي دابا، يعني الاقبال قليل حتى هذا السيمانه عاد بدات كتحرك. ودابا كيف فتحوا هذه الحدود كنتمناو من الله ترجع الحركه بحال اللي كانت ان شاء الله ما يكون غير. دابا الاغلبيه الناس كتشري غير ولادها، راسها ما كتشريش الاغلبيه، كيقول لك كنجبر غير ولادي، اما قليل اللي كيشري الراس. لا الليلين الولدين الصفرة علاش زعما خصك؟ ايوا الصفرة تقليدية دائما كنعملوها كل عام كل عام، واللون مزيان كيفتح كلشي.
مغربيه مغربيه اصل تقليديه مغربيه. ضروري ما نقدرش نخلي شي يعرف عاود نخسير يمشي مرتاح. ضروري مع الوالد ماشي على حساب. لا كيزيدي واش تجي معاك نشري معاه مره كنشري بوحديتي ولا حق هو ضروري يمشي معايا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.